طب الدالات ممثلة بما هي؟ هذه هي الدالة تمثيل مبياني ديال أول. هل هذه الدالة تألفية أم خطية؟ هذا؟ لا تمر من أصل المعنى. صورة ثلاثة بالدالة آف، صورة ثلاثة بالدالة آف، شكون هي؟ صورة ثلاثة، شكون؟ نجيب واحد، زوج، ثلاثة، صورة تاعها هي زوج. هي زوج. باش كنحدد الصورة نتاع شي رقم، الرقم كيكون منها والصورة كتكون دائما في محور الأراتب، عقلوا عليها. العدد كيكون في محور التفاصيل، والصورة تاعو كتكون في محور الأراتب. صورة ثلاثة هي زوج، إلا قال لك صورة أربعة هي ثلاثة، صورة إلى آخره. واضح؟ دونك الصورة نتاع ثلاثة هي زوج، صورة ثلاثة بالدالة أف هي إعطي تعبير الدالة هو اف اكس تساوي ا اكس زائد اف اكس بصفة عامة شنو كتساوي؟ ا اكس زائد اف. هذا الهدف تاعي نحدد ا ونحدد بي. دونك باش نلقى ا وبي خصني شحال من نقطة؟ خصني جوج نقطات. حنا عندنا المعطيات لدينا صورة ثلاثة هي زيد وصورة شي رقم اخر نعرف الصورة تاعو مثلا صورة زوج هي صورة صفر هي معليش ندير صورة زوج هي واحد ياك الله اه شنو كتساوي؟ اه دير لي بغيت اف شنو غادي معايا ولا ما راكوش غادي معايا؟ دونك تساوي اف ثلاثة هي زوج ناقص واحد يعني ا تساوي واحد على واحد هي واحد كي نديرو نلقاو بي كنعوضو كي نديرو نلقاو بي نعوض المهم ا تساوي نعوضو بشي وحدة اف ثلاثة تساوي زوج ناخدو هذه مثلا ونخدمو بها اف ثلاثة شنو هي؟ اف لثلاثة اف ثلاثة تساوي جوج يعني نعوضو اف ثلاثة هي ا في ثلاثة زائد بي ياك ا آه شنو هي؟ واحد هي واحد تساوي تساوي زوج ماشي تساوي سبعة فين؟ ها هو تساوي زوج اف ثلاثة تساوي زوج يعني غنعوضو اف ثلاثة بالقيمة تاعها في الدالة تاعنا ا هي واحد في ثلاثة هي اف ثلاثة زائد ب تساوي زوج يعني واحد ثلاثة ثلاثة يعني ب شنو تساوي؟ جوج ناقص ثلاثة تساوي ناقص واحد إذا اف لي اكس تساوي ا اكس هي واحد اكس ناقص بي هي ناقص ا زائد بي هي ناقص واحد صافي اكس ناقص واحد هذه هي الدالة هي هذيك هي الله ثانيا نعتبر الدالة جي لي اكس تساوي ناقص زوج اكس زائد ثلاثة وحسب جي لي صفر شنو تساوي جي لي صفر؟ ناقص زوج في الصفر زائد ثلاثة تساوي ناقص زوج صفر هي زائد ثلاثة هي ثلاثة صافي ناقص جوج صفر زائد ثلاثة هي السؤال الموالي ب ولم يعاود جاوب عليه حدد العدد الذي صورته بجي هي ناقص واحد شكون هو العدد اللي الصورة نتاعو هي ناقص جي اكس تساوي ناقص مزيان زوج أو لا ب الو ملي كيقول لك دائما حدد العدد الذي صورته بالدالة هي كذا كدير جي لإكس ما ديرش شي رقم كدير تساوي العدد ناقص واحد يعني يعني وشنو؟ كتقول له انت صورة اكس هي ناقص واحد يعني جي اكس تساوي ناقص واحد يعني جي اكس نعوضها بالقيمة تاعها ناقص اثنان اكس زائد ثلاثة تساوي ناقص واحد وكنحلوا هاد المعادلة ما جاي في جو الاعداد في شيء وتولي ناقص جوج اكس تساوي هاد ثلاثة تولي منا ناقص ثلاثة يعني تساوي ناقص أربعة يعني ناقص جوج إكس تساوي ناقص أربعة يعني إكس تساوي
ناقص 4 ناقص 2 هي ناقص 4 2. اذا العدد الذي صورته ناقص 1 هو زوج، يعني جي 2 تساوي ناقص 1. سؤال اخر، انشئ منحنى جي. لانشاء منحنى جي خصنا شحال نقطه؟ دالتها على في خصني نقطتين، الخطيه هي اللي خصني نقطه، تعرف فيه خصني لان الخطيه عارف اللي كتفوت بالمركز، نقلب على نقطه اخرى ونصنع، ولكن تعرف فيها لا خصني جوج نقطات ما كتفوتش بالمركز. راه ما نسحبش هذاك، ولكن عارفوا نستعملوا غير المعطيات ديالنا بلا ما نقلبوا على ارقام اخرى. ها يعني صورة الصفر هي ثلاثة، وعندي صورة الزوج هي ناقص واحد، دونك نخدم غير هذوك. ماشي دونك صورة الصفر. دونك لدينا جي صفر هي شحال؟ ثلاثة، و جي زوج هي ناقص واحد، هذا راهم عندي في المعطيات، يعني في الثمن السابق، بلا ما نبقى نعاود. راه نصل معنا متعامل بومنظور. او اي جي، دونك صورة الصفر هي ثلاثة، صورة الصفر هي واحد زوج ثلاثة، راه هي النقطة الأولى. صورة الزوج هي ناقص واحد، صورة الزوج هي ناقص ناقص واحد، هي هذي. الله دا منحنى الدالة اف هو اللي كينفوز بهاد النقطة. هذا هو المستحق، صحيح؟ معدل تحت المستحق اللي كان يمثل الجي، هي المعادلة هي إيكغيك تساوي ناقص زوج صافي. إن الدالة كتعبر على منحنى دالة هو عبارة عن مستحقين، المعادلة ديالو هي إيكغيك تساوي جي إكس.